السلام الله عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات نقاش معكم حاتم المراوي. حلقة اليوم فيها مواضيع مختلفة، غنبدأ بالموضوع الأهم وهو بكاء عبد المجيد كدبون خلال الاجتماعات الوزارية ديال الجزائر. علاش كيبكي وكيفاش كيبكي وشنو هو السر ديال البكاء ديال رئيس دولة؟ غنشوف مباشرة تصريحات ديال وزير الإعلام ديالو اللي خرج هذه المعلومة القنبلة، رئيس الجمهورية عبد المجيد كدبون الحنين مع راسو تيبكي. وسادتكم بهذا الرئيس اللي ناقص حنان، والبارح واش نقريحة شفناهم كيتصوروا مع فتيات المرتدين لفتيات الاستقبال، يعني الناس راه ناقصين حنان عندكم. هو السيد صدق كاع كيبكي في الاجتماعات الوزارية، كيبكي على المواطن البسيط، كيبكي على المواطن الجزائري المغبون، كيبكي على المواطن الفقير في الجزائر، كيبكي ايضا على المواطنين ديال الطبقة الوسطى. وفين غتلقاو بحال هذا الرئيس هذا الحنين؟ لا شي شهاده اللي كيدرف عليكم الدموع. واش نتوما دائما دموع في كل المجالات، حتى في الفقر لقينا الرئيس ديالكم دائما دموع وتيبكي مسكين عليكم ويدرف الدموع. صراحة سعداتكم هاد الرئيس. صوروا معايا اخوتي المغاربة، اخ نوش يقول لنا راني فاش كندير الاجتماعات الوزارية ادرف عليكم الدموع وكنبكي عليكم. صراحة هاد الجيران هادو ناقصين حنان، عندهم علاقة رومانسية بين الرئيس وبين فقراء الجزائر. وعلى هي الجرار وعلى هلا كتحرقوا العمل ديال رئيس الجمهورية الكدبوني؟ وراه شبهكم مقروض طيلة 4 سنوات، وشحال دار ديال المشاريع وشحال دار ديال الزيارات التفقدية، وفي العهد ديالو السعر ديال الدينار نقص والطوابير تحيدات، وخدام مع راسو ودار لكم السكنات وخرج لكم منحة البطالة أو محنة البطالة. اش بغيتو عنده؟ علاش كتقولوا السيد ما داير والو؟ واش نتوما بغيتو تقتلوه؟ السيد مسكين وصل لدرجة أنه تيبكي عليكم، يدرف الدموع على الشعب الجزائري من كثرة ما الشعب الجزائري مغبون. وصراحة أنا جرار، أنا منين سمعت بأن الرئيس ديالكم تيبكي عليكم بالدموع عرفت القضية عندكم حامضة. عرفتي شنا هي مسؤول أو رئيس كيبكي؟ صافي راه مبقى في الدوال ومبقى في الدو حتى ورقة يلعبا باش يحاول يحسن الظروف ديال المعيشة ديال المعذبون في الأرض. مبقى لي غير البكاء، مبقى لي غير دايما دموع داخل الاجتماعات الوزارية. وأنا عليها تنقول دائما كيديروا هاد الاجتماعات الوزارية كل حد قول لي هما كيتجمعوا كيبقاو يبكيو بيناتهم. ياه الدولة هي أول عملية تصدير من ولاية خنشلة إلى دولة موريتانيا من مادة الجزر، تقدر حوالي ب 17 طن من مادة الجزر. صراحة خوتي المغاربة اللي كيهددوا الجزائريين واللي كيعايروهم واللي كيسبوهم، أنا مقلق منكم، أنا صراحة غضبان عليكم. ماشي هكا كتقول الأمور، هاد الناس هادو راه كيضحكونا كيفوجوا علينا، وبلا بيهم كيفاش غادي نعيشوا؟ كيفاش غادي نكونوا سعداء؟ فين عمركم شتو دولة كدير في الأخبار ديالها شاحنة هز الجزر وقال لك غادي يصدروها، ومن الفوق الشاحنة من ذوك الشاحنات ديال ستالين ديال الاتحاد السوفيتي عاقل على جد النمل، وزايدين من الفوق هادشي كامل دايرين العالم الأبيض زعما راه كيدشنو فتح خط تصدير بين الجزائر وموريتانيا. وقال لك لأول مرة في تاريخ الجزائر وموريتانيا كيصيفطوا لهم خيزة. وشحال ديال الخيزة إلا سمعتي هادشي داز في الأخبار ديالهم وتقول عندهم شي 20 شاحنة صيفطوا ولا شي 50 شاحنة كيصيفطوا يوميا، هي غير شاحنة وحدة وشاحنة قديمة مهترئة وكتهز غير 17 طن بدل 25 طن، يعني أقل من الشاحنة اللي كيصدرها المغربي العادي الفلاح العادي اللي كاين في أكادير أو اللي كاين في سطات أو دكالة أو في مناطق فلاحية في المغرب اللي كيصدرها الموريتاني، هما مصيفطين غير 17 طن. وشوفوا معايا هنايا هاد الخيزو كيداير، وخيزو منبت. واش هاد الخيزو هذا واش للاكل ولا يمشيو يزرعوا تما الموريتانيين في الصحراء باش يطلع لهم الفوسفات؟ ورا الخيزو منبت والخيزو لاوي والخيزو مخزز والخيزو خضر والخيزو نبت فيه الفطريات، واش هاد الخيزو هذا للاكل؟ هذا راه البهايم وما ياكلوش.
المهم رسالة إلى الشعب الموريتاني، وجدوا المستشفيات ووجدوا الأدوية، لأن أي واحد غياكل هذا الجزر هذا اللي جيبه الجزائر من أوروبا واللي جات عنده واحد شهر ونص تما وعاد فكرات غير ضد في المغرب غير ضد في المغرب، فكرات زعما باش تبين زعما إعلاميا على أنها كتصدر الجزائر. شحال صدرات؟ صدرات شاحنة واحدة وقديمة وغير 17 طن. وسمع مزيان، هادشي راه قال لك الفيدرالية الجزائرية للمصدرين، يعني كاملين تجمعوا في دولة الجزائر باش يصدروا 17 طن ديال الخيزو مصالحش للأكل ومنبت وقديم ومخزز وكاع لاوي، ولكن كلشي على خنشلة. أنا بان لي بأن الجزائر المركز ديالها هي خنشلة، أي حاجة كيسرقوها في التاريخ خنشلة. بغاو يصدروا الخيزو إلى موريتانيا كيمشيو لخنشلة، اما كاين غير الخنشاله. ايوا فكينا الحصار على موريتانيا بكري، دابا الجزائر تقليو السم زعما المغاربه، ما فراسهمش بان المغاربه وفرحانين بالقرار الموريتاني وما بغاوش يتراجعوا على رفع رسوم الجمارك. ومن هذا المنبر كنقول للمصدرين المغاربه، تكيسوا شويه على خوتكم المغاربه، غرقوا السوق المغربيه ولو ولي لا شاط شي حاجه صدروا، ما تبقاوش تصدروا راه كاين الغلاء ديال الاسعار. المغاربه جرار ورا فرحانين لان الاسعار هبطات بزاف ولات الخضره غير بجدريه. المهم حنا كنشجعوكم على تصدير الخضر ولا الفواكه، ولكن ما تصدرش لهم الخيزو منبت ولاوي جايبينو نتوما من مارسيليا هادي شهر ونص وعاد باغين تصدروا الى موريتانيا. وكاينه شي دوله بعدا بحال الجزائر الرئيس ديالها كيبكي بالدموع على المعذبون في الارض والمغبونون في الارض، وما تينقزو قال لك باغي يصدروا 17 طن ديال الخيزو ولاوي ولاني ما كيحشموش. في إطار مكافحة المضاربة الغير مشروعة للمواد المدعمة من طرف الدولة وتحويلها عن مقصدها الامتيازي، وبناء على معلومات مؤكدة واردة إلى وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بفرندا، مفادها استغلال بعض الفلاحين لاستفادتهم من عملية الدعم المجاني بالبذور هذا الموسم، وقيامهم بممارسات احتيالية تتمثل في تحويل هذه المواد المدعمة عن مقصدها الامتيازي عن طريق بيعها لأحد السماصرة الذي يقوم بإعادة بيعها لتحقيق أرباح مالية عن طريق المضاربة الغير مشروعة، مما أدى إلى ارتفاع أثمان هذه الحبوب في السوق المحلية إلى مستويات قياسية. واش الدولة اللي عندها الطوابير ومدبزة مع المضاربة؟ وهذا الفيديو هذا تاهو دايرينو في الأخبار على 12 قنطار فقط ديال الحبوب، قال لك حبوب مدعمه لقى واحد السيد كيعاود فيها البيع 12 قنطار عيبات الله، وهما قال لك باغيين يصدر لموريتانيا ولاني ما كيحشموش. والله ما كيحشموا ووجههم قاصح. المهم غير هذاك الاعلام ديالهم خاصو يبان بانه زعما راه ينافس المغرب. راح شوما 12 قنطار ديال الحبوب دوزوها في الاخبار وتحركوا عليها الجندارم ديالكم وديروا هذه الحاله كامله، وهي غير 12 قنطار. وصراحه هذاك اللي كيعاود فيها البيع حتى هو غبي، حيد هذاك الخناشي ومخلي الدليل ديال الاتهام ديالو، مما يؤكد بانها مجرد مسرحيه دحدوحيه لتوهيم الجراروه وبصبع والمعذبون في الارض بان هناك مؤامرات تحاك ضدهم وبان الدوله موفره كل شيء. قال لك غير كاينه المضاربه والسرقه، وقال لك كاينه العصابات، كاينه عصابه الخبز وعصابه الحليب وعصابه الجزر وعصابه الحبوب وعصابه الفاصوليا وعصابه العدس. ودابا غير بينو بينكم، السيد كياخذ الحبوب المدعمه وتيعاود فيها البيع، وقال لك تبيعها باثمنه خياليه باثمنه عاليه جدا، وراه المفروض خصو يكون العكس. نتوما كتقولوا بانكم مؤخرا غرقتوا السوق بالفاصوليا وبالحبوب وبالعدس وباللوبيا وبغيرها، يعني لا تزادت حبوب مدعمه على السوق اللي اصلا نتوما غرقتوها، راه الاثمنه كتنقص ماشي العكس. وهذا كيدل على ان الكذبه ديالكم غير كامله، لان هذا السيد هذا اللي كيعاود يبيع الحبوب باثمنه عاليه جدا وكيرفع الاثمنه في الاسواق، هذا كيدل على ندره هذوك الحبوب، حيت كون كانت موجوده كاع ما يفكر كاع ويعاود فيها البيع وليت بزنس فيها. هذا الشيء لا افترضنا جدلا بان هذه المسرحيه الدحدوحيه ديالكم ديال الدرك وديال الاخبار وديال الاعلام ديالكم صحيحه. وإلا بغيتوا الصراحه وبالسيف من كتبون انه يبكي في الاجتماعات الوزاريه، واش هاد الحاله حاد الدوله عندها البترول والغاز مدابزه ومضاربه مع الحبوب، وقال لك باغا تصدر خيزو لاوي الى موريتانيا ولاني ما كيحشموش. قبل رئيس المجلس الرئاسي لدوله ليبيا محمد يونس المنفي، حيث سلمه رساله خطيه من اخيه رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون، حيث The
الجزائر في عهد بوتفليقة ما كانتش باينة في الساحة، كانت ناعسة وكانت عارفة علاش ناعسة. الجزائر ديال عبد المجيد كدبون ما فاهمينش اللعبة كيفاش كدار، وخدامين تينقزوا وما كاين غير التبهدل، ضروري شوية فضائح، ضروري شوية فضائح. عطيطيف مؤخرا مشى الى دولة تونس وسلم واحد الرسالة خطية، من نهار سمعوا بيغاسوس ومن نهار سمعوا ان المخزن كيتجسس عليهم ولاو كيصيفطوا الرسائل بالوراق ومن يد ليد. ما بقاش دابا داكشي ديال التليفون والمكالمات الهاتفية والاجتماعات عن بعد، دابا الطاف كيعطيو الرسالة كيدير فيها العمل ديال الحمام الزاجل كيمشي حتى لتونس يقدم الرسالة. وهو دابا عاوتاني مشى قدم الرسالة الخطية من عبد المجيد كدبون الى ليبيا. وشوفوا بيغاسوس واش كيدير دابا. بيغاسوس راه من اسباب تلوث ليبيا، لان الطائره الخاصه ديال ابن بطوش كيستخدم عطيطيف باش يمشي لتونس ويمشي للجزائر، وهذا الشيء كيلوث البيئه بسبب المخزن. كون ما كانش المخزن كيتجسس بيغاسوس على شان قريحه وعلى عطيطيف وعلى عبد المجيد كدبون، كانوا غيصيفطوا غير واتساب ولا يديروا شي مكالمه سكايب ويهنيو الوقت ويهنيو ايضا المناخ. المهم، اهانه جديده تنضاف للاهانات ديال الدبلوماسيه الجزائريه. رئيس المجلس الرئاسي لدوله ليبيا المنفي وتبورد عليهم ودار لهم الدخله ديال النجوم، جابوهم جلسوهم في القاعه، جلسوا عطيطيف مسكين محقور في القاعه، وقال لي مصطفى كشكش راه بقاو كيتسناو تما شي 15 دقيقه عاد جي عندهم بالباب، وعاد عطيطيف جمع الوقفه ومحقور مع راسو ومشى سلم عليه وهو كيحني. وراكم تشوف المشاهد، عطيطيف مسكين حس بالحرج، حس بانه محقور. ماشي هكا كنستقبلوا وزير الخارجيه ديال الدوله، الوزراء ديال الخارجيه ديال الدوله كيتستقبلوا خارج القاعات ديال الاجتماعات، ماشي تيخليوه جالس وتيتسنى المنفي بحال الا هو المدير ديالو جا على خاطره، ولا خرج مع الوقفه بكل انبطاح ويسلم عليه. مسكين عطيطيف حس بالحرج الكبير، حتى ولا كيلتفت يمينا ويسارا ما عرف شنو يدير، كي غيدير ولا واقيلا خاف ليكون المخزن سرق ليه هذيك الرساله فاش كان كيسلم على المنفي. المهم ترول مسكين، باينه فيه مسكين كان محرج، محرج جدا. انا كنظن بانه نهار لحد اليوم في العشيه غيديروا اجتماع ديال مجلس الوزراء، وعاوتاني في الجزائر عبد المجيد كدبون غيبقى يبكي اليوم على هذه الحقره هذه، ويبكي اليوم على داك الخيزو اللاوي اللي غيصيفطوا لموريتانيا، واللي غيضحكوا عليهم الموريتان ملي غيشوفوا السلعه كتوصلهم. هادشي لا وصلت من هنا لواحد اسبوع ولا اسبوعين الخيزو غيلقى ودود. ومالكم على هاد الحاله والجزائر؟ دابا الجزائر مسكينه، حتى شي واحد ما بقاش يبغي الوساطه ديالها، مالي عطاوهم الصفاعات، النيجر كذلك، نيجيريا، بوركينا فاسو، السودان، كاع الدول اللي كيبغيو يديروا الوساطه ويبانوا قدام بوصبه بانهم زعما راه دوله عندها الكلمه ديالها خاصه في مجلس الامن. مشاو دابا ليبيا، لعل وعسى الليبيين يرضوا عليهم، ولكن الليبيين عايقين بهم، سواء هذا المنفي وسواء حتى حفتر. حفتر الا بقيتوا عاقلين فاش كان استقبل بوغادوم ما دارش العالم الجزائري، ودار رجل فوق رجل، ودار لبوغادوم واحد كرسي صغير وحق روح كرا ديال، المهم راكم عارفين ديالاش. وهو عطيطيف عاوتاني كيتحقر في ليبيا، هو عطيطيف ما كيستقبلوا حتى شي واحد، لا في المطار لا في المقر ديال الاجتماعات، وكيجلسوا وكيقولوا له يتسنى تيدخل السيد ديالك. هادشي كامل غير على ود الوساطه. قال لهم عطيطيف الى وافقت ليبيا نقدروا نجبدوا الملف ديال الليبيين داخل مجلس الامن باش يكون الحل ليبي ليبي، والليبيين عارفين الجزائر علاش كتقلب وعارفين النوايا ديال الجزائر، كيبقاو يديروا لها خاطره مره مره، كيحقروها باش لعل وعسى تفهم راسها وتبعد منهم، ووالو الجزرار وما عندهمش الوجه، ووالو عطيطيف ومولف على الدل. المهم غيسمعوا العطاف شنو قال لهم، وعبد المجيد كذبوا شنو قال لهم في الرساله، وفي الاخر غيتجمعوا في الصخيرات ولا بوزنيقه في المغرب. انا فهادشي كامل بقاو فيا غير دموع عبد المجيد كذبون الغالي. صراحه عبد المجيد كذبون ما يستاهلش هذاك الشعب الجزائري، والله الا الشعب الجزائري ما مقدرش العمل الجبار اللي كيدير كذبون وهو شنقريحه في هذه العهده هذه ديالو. راه حنا المغاربه اللي مقدرين العمل الجبار اللي كيدير كذبون، خاصة في الملف ديال الصخرة الغربية اللي كاينة في صباط الجزائر. نتمنى من الشعب الجزائري يراجع نفسه وما بقاوش يبخصوا العمل الجبار اللي كيدير كذبون في صالح المخزن. راني كنحذركم، عمي كذبون راه راجل كبير، راه الا بقى تيبكي لكم يبكي لكم، كل مجلس الوزراء يبدا يبكي وبدا يهبط الدموع ديالو، راه واحد الوقيته السيد غادي يعمى وما يبقاش يشوف. وترضوا لي نتوما هادشي، بغيت تصور مثلا مع شي فتاه ديال المرتدي، لافتاه ديال الاستقبال، وما يشوفهاش واش لابسه الكرونه ولا لابسه الخطر. الناس ديال الفلاحه اللي معنا في القناه، قولوا لنا بكل مهنيه وبكل احترافيه، واش هذاك الخيزو صالح للاكل ولا ماشي صالح للاكل. نكتفي بهذا القصف، وكما العاده كنفكركم حيت عارفكم كتنساو، الى عجبتكم حلقه اليوم لايك، بارطاج مع الاصدقاء والعائله،
وإلا كنتي مازال جديد معنا اشترك معنا ومرحبا بك مع العائلة الحاتمية. كان معكم حاتم المرابط، السلام عليكم.